نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، هل يؤخذ جواز لعن اليهود والنصارى على العموم؟ على أفعالهم، يلعنون على أفعالهم، اتخذوا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا ذكر السبب، فيلعنون ويربط هذا بالسبب الذي فعلوه، أما يلعنون على الإطلاق لا، يلعنون بسبب فعلوه. نعم.